أهلا وسهلا فيكم بجلستنا الجديدة. اليوم قصتنا فريدة وإلها معاني عديدة. قالوا بالأمثال أنه الجار قبل الدار. بطلنا اسمه رفيق وهو لكل الحي صديق، بيساعد الصغير وبيسند الكبير، وحول الكل مجتمع كأنه أمير. دارت الأيام والليالي والبيت بجنبه خيلة. شغل البيت رجل جديد، بس لسوء حظ السكان كانت تصدر من البيت ضجة عالية وصوت كتير قوي ما بينقطع ليل نهار، وتضايق منه جميع أهالي الحي. يا ترى مين رح يحكي ويطلب منه يوقف عن الإزعاج والضجيج؟ راح صديقنا ليزوره ويخبره بالشكوى. استقبل الرجل أحسن استقبال وقال له رح حلا وبعدك من اليوم بالهدوء، وما برضى يصدر مني أي شيء يزعجكن. وصار الجار صديق لرفيق ومعاون لقاله على الخير، بيحفظ سره وبينصحه بجدية وبيساعده أهل الحي، وعند الصعاب بيتعاونوا سوا. وبيوم كان رفيق عم يدرس سمع صوت جاره عم يصرخ، ركض لعنده لقاه مصاب، كان بالحديقة ووقع الغصن على رجله. ركض فيه لعند الطبيب، اطلع في جاره وشكره وقال له فعلا يا رفيقي صديق وقت الضيق، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدي القصة. وبدنا نضل نذكركم بالنصائح للوقاية من فيروس كورونا: غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، تجنب ملامسة من تظهر عليه عوارض التهاب الرئة، نزلات البرد، غسل الفواكه والخضروات جيدا، تجنب لمس العينين والأنف بأيدي ملوثة، قم بتغطية الأنف والفم بالمنديل عند العطس والسعال، تجنب ملامسة الحيوانات، تجنب الاتصال المباشر مع الآخرين عند التحية، التخلص من المناديل بعد استخدامها مباشرة، واغسل يديك. وخي الحذر عند ملامسة اللحمة، تجنب التنقل عند الإصابة بنزلات البرد، احرص على